أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وسلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي الثوري. لأجل ذلك نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. حياكم الله. وأيضا كما نرحب بأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري عبر الهاتف من فيينا. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. وأيضا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات من بغداد الأستاذ عادل الجبوري. أستاذ عادل، أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عادل. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في تغطيتنا المستمرة بشأن ثورة تشرين وتطوراتها على أرض الواقع. نبدأ من الناشط في بغداد الأستاذ عادل الجبوري. أستاذ عادل، طبعا مثل ما تعرف لا يزال القمع الحكومي والميليشياوي مستمر ويطال شباب الثورة، ولكن هنا كيف تصف لنا ثبات الثوار أمام هذا القمع المستمر؟ تفضل أستاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة القمع الحكومي أصبح لا يطاق من الحكومة وميليشياتها، والتوجيه من الحكومة بميليشياتها بقتل المتظاهرين. يعني الثورة مستمرة. نعم. ورغم كل التحديات اللي موجودة على الساحة وكل التحديات اللي موجودة من الميليشيات بالقتل والإخطاف والتغييب، وهذا ما فعلت عليه من أول 1 أكتوبر لحد الآن، عملت على تغييب كل الناشطين المدنيين، وعملت على قتل الناشطات المدنيات وحتى المتبرعات بالتمرير وإخافتهم. لكن الثورة مستمرة. نعم. وستنتصر، وإن شاء الله نحن ننتظر إعلان انتصار هذه الثورة المباركة. نعم. بإذن الله إن شاء الله. طيب أستاذ ضياء الشمري، يعني كما استمعت إلى ضيفنا من التظاهرات في قلب بغداد الأستاذ عادل يقول القمع الحكومي والميليشياوي موجود، لكن منظمة الصليب الأحمر يعني تدعو إلى إيقاف العنف ضد المتظاهرين في العراق بعد أن قتل المئات منهم. من وجهة نظركم أستاذ ضياء، إلى أي مدى ترى استجابة الحكومة لمثل هذه النداءات؟ الحكومة العراقية حقيقة بالوقت الحاضر والأوقات السابقة أيضا لا تصغي، لأن هي التي ترتكب الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق هي عملية مبرمجة من الحكومة العراقية والميليشيات اللي هي أدرع الحكومة وأدرع الأحزاب السياسية المتسلطة على أرقاب الشعب العراقي. ثورة تشرين وشباب ثورة تشرين حقيقة هم رفعة رأس لكل العراقيين، وإحنا نسمع النداءات بالقتل المتعمد للمتظاهرين والخطف والاعتقالات العشوائية والقتل خارج نطاق ساحات الاعتصام، ولم يكفوا الشباب عن مشاركتهم وعن فعاليتهم لإنقاذ العراق من هذه الحكومة الذي لا يمكن. كل دول العالم حقيقة على الإطلاق نددت بما تقوم به الحكومة العراقية من انتهاكات لحكومة للوقت الحاضر في المظاهرات. هذه الحكومة نحن نعلم أنه ليس كل التقارير الدولية، كل المنظمات الدولية هي تعطي الإشارات وتكتب التقارير وتدون، ولا يحصل اجتماع دولي إذا لم يذكر فيه العراق وانتهاكات حقوق العراق. إذا كان في جنيف وإذا كان في المنظمات الأخرى وإذا كانت في الأمم المتحدة دائما
يعني حتى الأكاذيب ماتهم لا تصدق، حتى الوفد الحكومي العراقي لا يصدق بإدلاء الكلمة مالته أو حتى صير المداخلة مالته يتكلم عن حقوق الإنسان. ما في شخص ولا في دولة تصدق ما يقوله الحكومة العراقية ما عدا الحكومات المتعاونة مع الحكومة العراقية المقصود فيها إيران وبقية الدول الأخرى الذي تتعاطف مع الحكومة العراقية ومشاركة بالجريمة لقتل العراقيين. طيب أستاذ نظير، يعني الشهر الرابع يطرق الأبواب على يعني وقت التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، هل ما زال الشعب العراقي يراهن على صمود الثوار على وعيهم أمام الألاعيب السياسية التي يمارسها أقطاب العملية السياسية في العراق؟ نعم أخي الكريم، يعني الحقيقة نحن نكاد ننتهي من الشهر الرابع نبدأ بالشهر الخامس، لأنه هي من بدأت التظاهرات الحالية من بداية 1 تشرين. نعم، لذلك يعني ونحن ننتهي من الشهر الرابع لنبدأ بالشهر الخامس نرى أن الحراك لم يتراجع بل بالعكس ازداد. يعني أنا فقط أريد أن أركز على هذه الفترة، فترة 4 أشهر الماضية. طيب. حقيقة حدث هناك تغييرات كبيرة في العراق وعلى مستويات عديدة، أهمها كان مستوى الوعي عند الجماهير، كان التغير النوعي في مستوى وعي الشباب ووعي من يؤيدهم من الناس والأهالي العراقيين تغيير مذهل، بحيث أن كل السياسيين وقد استخدموا معظم الأساليب لخداع هؤلاء الجماهير وهؤلاء الشباب لم يفلحوا، وقد فضحوا كل أساليبهم وكل ممارساتهم. طيب. وبالرغم من التضحيات التي بذلت سواء يعني سقوط الشهداء والجرحى، ومع ذلك نرى أن هذه التظاهرات في تزايد وترتقي من حالة إلى حالة، من يعني ممارسة عفوية إلى ممارسة منظمة. أصبحت هناك يعني هاجس عند السياسيين العراقيين، وأن هذه التظاهرات حجر عقبة أمام طريقهم، وبالتالي يرون أن هذه التظاهرات عاجلا أم آجلا سوف تكون هي السبب في إزالتهم عن الحكم، وهذا ما نتوقعه وهذا ما ترجوه الجماهير العراقية. وإلا فإن هذه الجماهير ليس لديها الاستعداد للرجوع إلى البيوت، ولم يحدث شيء، هناك تغييرات يجب أن تحدث، أصبحت العقلية مختلفة، حتى عقلية السياسيين بدأت تتغير وتحاول أن تتملق للجماهير. أنا الشيء الملفت يعني أن أحد القادة الجماهيرين اللي هو دكتور علاء الركابي في فيديو اليوم رأيته يعني في مدينة الناصرية عندما قطعوا الخط السريع، يتصل به أحد الألوية في مكتب رئيس الوزراء. طيب. ويتوسل، يعني يطلب منه بتوسل بأنه يفتح الطريق لكي يفعل يعني يطبق ما يريد الجماهير. وقد يعني قال له الدكتور: وبتعالي، نحن أمهلناكم مدة أسبوع ولم تحدثوا أي شيء، هل ستفعلون خلال يوم أو يومين؟ هذا الكلام ليس غير صحيح ونحن غير راجعين. هذا دليل على عزة الجماهير وعلى أنهم يعني رقم صعب الآن في المعادلة العراقية، بحيث أن هذا النظام الدموي الفاشي يتوسل بالجماهير لفتح طريق ما. هذا يدلل على أن نحن خلال هذه 4 أشهر تجاوزنا الكثير من العقبات، وأصبح الشعب لاعب أساسي في العملية السياسية. نعم. وهو من سيرسم العملية السياسية. طيب. القادمة. أستاذ عادل، تعتقد بأنه الشعب العراقي قبل 1 تشرين الأول بعزيمته بإصراره يختلف عن ما بعد 1 تشرين الأول بعد 1 أكتوبر، على اعتبار بأنه الحكومة يعني قد أصبح لديها يقين ثابت وواضح بأنه الشعب العراقي كما ذكر الأستاذ نظير الكندوري بأنه معادلة صعبة، أصبح الشعب العراقي معادلة صعبة بعد أن يعني ربما الحكومات المتعاقبة كانت تستهين بإمكانيات الشعب العراقي؟ يعني الإصرار والثوار في ساحات التظاهر في ساحات التعبير وساحات المحافظات الأخرى جعل الحكومة تتراجع عن مواقفها التي كانت قبل 1 أكتوبر. الثورة غيرت مفاهيم كثيرة بالنسبة للثوار، غيرت مفاهيم أنه هذه السلطة الحاكمة يعني عرفت بأنه هذه السلطة الحاكمة لتسرق موارد البلد وتسرق غيرها،
وتدعمها دولة أجنبية، لذلك تشوف كل الساحات كانت ترفض وجود إيران في الساحة العراقية وتأثير النفوذ الإيراني على العراقيين. لذلك النثارة مستمرة، ويجب أن يطرد النظام الإيراني من العراق نهائياً، وتطرد الأحزاب المتولية على السلطة التي أخذت تسوق المال العام. يعني الأموال اللي موجودة بالعراق يا سيد عادل عبد المهدي أنه تتضرر، وين هي الأموال؟ ماذا حصل الشعب العراقي اليوم؟ 17 سنة مستشفى ما عنده، مدرسة من طين لحد الآن، شو اللي حصله؟ كل شيء صار بفلوس. يعني الثورة وين الأموال العراق صارت؟ نعم. مليارات يحكون عن مليارات انه يضيعوها للسياسيين، وين الفاسدين؟ يعني اليوم انا اريد واحد رئيس وزراء حاسب واحد فاسد ودخل الى السجن، ماكو. نعم. حاسبه امام الناس، بس حاسبه امام الناس. لذلك الثورة مستمرة ولن تهدأ الا بتغيير النظام وتغيير الاحزاب السياسية في العراق نهائيا. نعم. أستاذ ضياء، هناك نداءات دولية كثيرة جدا يعني صادرة من منظمات دولية، من دول عالمية، سواء ربما من الاتحاد الأوروبي أو من المجتمع الدولي قاطبة، يطالبون الحكومة بوقف العنف ضد المتظاهرين. لكن هنا، هل هناك من إجراءات حقيقية يمكن أن تواجهها الحكومة أمام المجتمع الدولي لمسألة بأنها مستمرة في قمع المتظاهرين بالقوة المفرطة؟ مؤتمر راح يحدث، مؤتمر في جنيف يوم 26 فبراير، وهذا المؤتمر مخصصا على العراق وانتهاكات حقوق الإنسان بالعراق، وخصيصا على ما يحدث من سرقة أموال العراق. وهذه عملية يعني عملية راح تبدأ بها الدول العالم. أعتقد أنتم تعرفون كل دول العالم، 26 دولة عالمية على مستوى فرنسا وبريطانيا وألمانيا شاركت بهذه العملية، والانتهاكات التي تحدث في العراق من انتهاكات الخطف والتعذيب وإلى آخره ما يحدث لانتهاكات لحقوق الإنسان. يوم 26 راح يصير مؤتمر في جنيف بالأمم المتحدة لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من يوم 26 وللغاية تقريبا 10 أيام راح يطول هذا المؤتمر، يتحدثون به عن ما يحدث بالعراق وكيف معالجة هذا الأمر. هذا المؤتمر راح تنتج من عنده كثير من الأمور اللي هي راح تتهم الحكومة العراقية بصيغة رسمية ما يحدث من انتهاكات للحكومة العراقية. نعم. ما بعد انعقاد المؤتمر، هل يعني سيؤتي ثماره على المتظاهرين في الساحات؟ أنا بالتأكيد يعني هذه بالتأكيد راح يكون مراقبين دوليين راح يحضرون، راح يسحبون، أنا أتوقع راح تسحب السلطة من الحكومة العراقية. الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة تقتل بالمتظاهرين ولا تستجيب للمتظاهرين. كل دول العالم يطالبون الحكومة العراقية بالاستجابة للمتظاهرين، ولحد الآن هم لم يسمعوا ولا يفقهوا ماذا يريد العالم. العالم سيسحب البساط من تحت الحكومة العراقية، وأعتقد عن فترة قريبة ليست ببعيدة راح تتم عملية دولية لإسقاط الحكومة العراقية بصيغة رسمية من مجلس الأمن، يصدر قرارات على ما يعني يروه ماذا يحدث بعقد المؤتمر جنيف يوم 26 راح يبدأ المؤتمر. نعم. ولا مدة إلى 10 أيام حتى ينتهي بالشهر المقبل، يعني 6 بالشهر المقبل أو 7 بالشهر المقبل راح ينتهي هذا المؤتمر. وهذا المؤتمر هو خصيصا للعراق واليمن، لازم للعراق واليمن لما يحدث بذن الدولتين من انتهاكات لحقوق الإنسان. يعني لا يمكن أن يطاق ولا يمكن أن المجتمع الدولي يبقى صامتا لما يتحدث به الحكومة العراقية، والحكومة العراقية لا توفي بالوعود. والتقوا برئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية حقيقة هو أسير لهذه الأحزاب السياسية المتسلطة في الحكومة العراقية وعلى أرقاب العراقيين. طيب أستاذ مضير، على ذكر رئيس الجمهورية تفضل به الأستاذ ضياء الشمري،
ويقول بأن الرئيس الجمهورية هو أسير لدى العملية، كل أقطاب العملية السياسية الموجودة بأحزابها. على ذكر برهم صالح، برهم صالح أعطى مهلة لغاية الجمعة القادم للكتل السياسية لكي تختار وترشح مرشحا لرئاسة الحكومة. بعكسه إذا انتهت الفترة يوم الجمعة هو الذي سيختار الشخصية. شلون راقبت هذه المهلة؟ أنا قرأتها قبل قليل. نعم. ورأيت أن برهم صالح ربما يحاول أن يبرهن مرة ثانية على موقف الوطني. حقيقة أنا أشهد له بموقف وطني حينما رفض مرشح الأحزاب قبل فترة ويعني لم يقبل بترشيحه. نعم. والآن بتوجيه هذا الإنذار لحد مساء يوم الجمعة القادم، إذا لم تقدم تلك الكتل مرشح على شرط أن يكون غير جدلي بين قوسين، بمعنى أنه مرضي عنا من قبل الجماهير المنتفضة. طيب. وهذا يعني إذا لم تقدم هذه الشخصية فهو في حل من أمرهم، وقال إني يجب علي أن أطبق يعني القانون الدستوري. نعم. بترشيح شخصية أعتقد أنها تمثل الجماهير، تمثل الشعب العراقي. وأنا أهيب بهذا الرجل أن يكون له موقف وطني مشرف، وأن يعطي موقف مشرف إلى انتمائه الكردي، على اعتبار أن الكرد مكون أساسي من هذا الوطن ويساهم في حل مشاكل العراق، ليكون دور تاريخي لهذا الرجل ويختار الشخصية المناسبة لهذه الفترة الانتقالية لحين قامت الانتخابات المبكرة. طيب. يعني هذا الأمر إذا ما قام به برهم صالح ربما يخرجنا من هذا النفق الحالي الموجود. يعني الآن يعني الحلول السياسية مسدودة، لا يوجد لها أفق. لكن ربما يعني تعتقد برهم صالح راح يختار شخصية غير جدلية ولم تكن في الحكومات السابقة أو في البرلمان؟ أنا أتفق مع ضيفك الكريم حينما قال إن هذا الرئيس هو أسير، ولكن هذا الموقف إذا ما قام به فهو يتمتع بحصانة دبلوماسية. نعم. لكن هذه الحصانة الدبلوماسية لا تعني شيء أمام الميليشيات. لذلك هو يجب أن يحصن نفسه يعني جسديا، ربما يصفوه جسديا. لذلك لا أعرف كيف سيكون الحل بالنسبة له. طيب. لكن ربما يعطي هذا القرار ويجد لنفسه. طيب. مكانا آمن. خلي أخذ رأي الأستاذ عادل الجبوري الناشط في التظاهرات. أستاذ عادل، منا اليوم الجمعة برهم صالح أعطى مهلة للكتل السياسية حتى تختار، بعكسه هو الذي سيختار. هناك شروط معينة لديكم لاختيار شخصية رئيس الوزراء ما زالت قائمة، بأنه لم يكن قد مارس السياسة بعد عام 2003، ما زالت هذه الشروط موجودة أستاذ عادل؟ نعم، أي شخصية يتم ترشيحها لرئاسة الوزراء يجب أن يكون غير من الذين لم يعملوا مع العملية السياسية من 2003 ولحد الآن. نعم. وبعكسه يعتبر مرفوض من قبل الجماهير المنتفضة التي قدمت أكثر من 600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح اللي تحاول الحكومة العراقية أن تخفيهم عن العالم العربي والعالم الدولي، وأنظار المنظمات الإنسانية على لسان تصريحات بعض قادتها ولسان تصريحات بعض الناطقين باسمها. هذه الشخصية يجب أن تكون بعيدة عن العمل السياسي ومرفوضة لحد الآن أي شخصية عملت مع الأحزاب والكتل السياسية. نفس الشروط باقية. نعم أستاذ عادل، أحد يعني وجه لكم دعوة يعني أنتم في ساحات التظاهر مدى مقبولية شخصية معينة؟ زين، إذا مثلا برهم صالح اختار هاي الشخصية، شلون يقدر يحصل الدعم الشعبي الثوري في قبول هذه الشخصية؟ توجهت لكم دعوة في هذا الإطار؟ الثوار بالاتفاق بينهم ساحات التظاهر جميعا. نعم. في كل أنحاء العراق ويصدر بيان بالموافقة على هذه الشخصية إذا كانت غير جدلية، يعني كانت غير منتمية للأحزاب السياسية وغير عاملة في الحكومات السابقة من 2003 لحد الآن. هذه الشروط التي طلبها المنتفضون في ساحات الثوار. نعم. واللي ضحوا بأرواحهم ووفاء لشهدائنا الأبرار اللي تحاول الحكومة أن تخفيهم عن العالم العالم. طيب أستاذ ضياء، مفوضية حقوق الإنسان تقول في بيان لها، تقول موضوع بيان الـ 16 دولة يفتح المجال في موضوع تدويل قضية المتظاهرين،
شلون يقدر المتظاهر أن يستفيد من المواقف الدولية في دعم ثورة تشرين؟ أنا أتوقع أن دعيت إلى هذا المؤتمر يوم 26 اللي يكون في جنيف، يعني بدعوة رسمية من الأمم المتحدة أنه أحضر هذه المؤتمر، وعندي مشاركة ومداخلة في هذه، وعندي محاضرة مداخلة ومحاضرة عن حقوق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. ولكن المتظاهرين قاعد أكو تفكير أو رأي موجود دولي أنه المتظاهرين يجب أن يشاركوا بالمجتمعات الدولية وحتى بالجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. الآلية شلون تكون؟ يعني مشاركة المتظاهرين في الجامعة العربية وحتى في الاتحاد الأوروبي، حتى في الاتحاد، هذا المشاركة هي تحدث من الساحات، ترشيح من الساحات. طيب. أشخاص يمثلون الموجودين، ونحن نعلم أكو أسماء موجودة واضحة وناشطة في ساحات المظاهرات والاعتصامات، هذه الموجودة، هذه الأوجه، يصير اختيار، بالإضافة إلى هذه اختيار ناس متخصصين في موضوع العراق، في موضوع الترتيب كيف يكون العراق بعد هذه الحالة، لأنه الحالة اختار رئيس الوزراء بالوقت الحاضر ليست حل المشكلة. المشكلة أكبر من رئيس الوزراء، المشكلة العراق هي الميليشيات، المشكلة العراق هي البرلمان العراقي. احنا نعلم أنه البرلمان العراقي كان النصاب غير متكامل وصوتوا، هذا يلقبون البرلمان العراقي ببرلمان سليماني، يعني برلمان إيراني. حقيقة هذا كل العالم يعلم أنه البرلمان العراقي لا يمثل العراقيين. الكتلة الأغلب الموجودة، الكثرة الموجودة هي في ساحات، هي هذه الكتلة. أنا تحدثت مع ممثلة النمسا في الأمم المتحدة، وقلت لها قالت من يضع الدستور هم العراقيين وليست البرلمان وليست المختصين، ساحة التحرير هي تضع الدستور. عندهم علم عن عندهم علم في السيدة التي تحدثت عنها، عندهم تفاصيل عن سقوط 600 شهيد وأكثر من 27 ألف جريح، عندهم معلومات كافية؟ نعم احنا نوصل هذه المعلومات. اخر مره انا التقيت بوزير الخارجيه، ممثل عن وكيل وزير الخارجيه، وسلمت رساله من المنظمه العربيه لحقوق الانسان، وقلت له هذه الانتهاكات اللي الاسماء الموجوده، الاعداد الموجوده هي الاعداد الرسميه وموثقه هذه الاعداد، ويعلمون كل العلم بما يحدث. احنا نحن الموجودين خارج العراق نوصل ماذا يحدث بالعراق يوميا، نكتب ونعمل من اجل ايصال كل المعلومات الى المسؤولين في اوروبا او الاتحاد الاوروبي. انا التقيت برئيس الاتحاد الاوروبي وكلمته وسلمت رساله ايضا عن الانتهاكات في بدايتها، عن الانتهاكات في حقوق الانسان في العراق، وقال نحن نعلم بهذا الشيء، وهم ايضا عندهم معلومات، عندهم سفارات، عندهم مخبرين عن حاله العراق الموجوده، هم ايضا يعلمون، بس احنا نوصل لهم المعلومات، وطلبوا من عندنا بكتاب رسمي انه نزودهم بالمعلومات الدقيقه، لانه بعض المعلومات تكون غير دقيقه. احنا نوصلهم المعلومات الدقيقة، نتأكد من عندها 100% بالأسماء ومصورة، ونبعث لهم هذه الأعمال نقوم بها كمنظمات مجتمع مدني، نقوم بها بتوصيل المعلومات عن الساحات الموجودة في كل ما تحصل من انتهاكات في كل العراق. نعم أستاذ نظير، يعني في الشق السياسي أنت تعرف والجميع يعرف بأن الميليشيات الموجودة التي يعني ضربت الرصاص الحي وقنابل الغاز من قوات الحكومة، وأيضا الميليشيات الموالية لإيران. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادته في مجلس النواب الأمريكي، وذلك حول السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، لكن الجمهور يتساءل ماذا بعد ذلك؟ يعني الحقيقة هناك موقف ضبابي من قبل الولايات المتحدة حول ما يجري في العراق. نعم. هذا ما دفع المجلس النواب الأمريكي لمطالبة بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للإدلاء بشهادته حول سياسة الإدارة الأمريكية تجاه العراق وإيران. نعم. لأنه ما زالت لحد الآن ضبابية، هناك مواقف متناقضة. يعني التصور أن الولايات المتحدة تعلن بأنها ستقوم بحماية حماية قبر النبي يونس.
في الموصل وهي مستعدة لحمايته، مع احترامنا إلى هذا المرقد واحترامنا للنبي يونس عليه السلام، ولكن أليس الشعب العراقي بجدير أن يوفر له الحماية؟ هؤلاء المتظاهرين، هؤلاء الشباب، هؤلاء عينة المجتمع العراقي، ألا يستحقون الحماية بعد أن استفردت فيهم الميليشيات؟ أنا أقول أن ما زال الموقف ضبابي للولايات المتحدة. هذا ما دفع مجلس النواب إلى استدعاء لإدلاء بشهادته، ورفض أولاً ثم أخيرا قد وافق على يعني إدلاء بشهادته وإزالة اللبس لمجلس النواب الأمريكي حول سياسة الإدارة الأمريكية يعني تجاه إيران والعراق. وأنا أتوقع أن هناك ربما يدور خلف الكواليس أشياء لا يعلنوها. يعني أنا فقط أشير إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني ظريف حينما قال أن إيران لديها الاستعداد للدخول بمفاوضات مع الولايات المتحدة ولكن بشروط، والحقيقة ليس هناك شروط، هي وصلت إلى مرحلة أنها لا تستطيع الاستمرار وعليها أن تقوم بفتح مفاوضات بينية مع الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر زيارة وزير الخارجية العماني إلى إيران. طيب، تعتقد بأنه مسألة مهلة برهم صالح أخذ ضوء أخضر من أمريكا؟ أنا أتوقع مؤتمر دافوس حدث فيه أشياء كثيرة، ولربما أخذ الضوء الأخضر بأخذ زمان بادرة للخروج من هذه الأزمة. الولايات المتحدة لا تريد إسقاط التجربة التي هي من قامت بتأسيسها في العراق. يعني ما أقصده، هذا النظام بين قوسين الديمقراطي هي اللي أسسته، لا تريد انهيار، ولكن هي عازمة على تغيير هذا النظام السياسي بالوجهة التي تريدها. وربما أحد أدواتها الفاعلة هو يعني الرئاسة، وربما رئاسة البرلمان يعني متمثلة ببرهم صالح والحلبوسي. ربما هؤلاء سيكونون يعني أدوات الولايات المتحدة في محاولة تغيير النظام السياسي ومحاولة انتزاع السلطة السياسية من الأحزاب الموالية لإيران. لذلك يعني ربما يكون هذا الإنذار الذي قدمه برهم صالح هو بداية التغيير. وربما نعتقد أن خلال اليومين المتبقيين من هذا الإنذار ربما ستقوم تلك الأحزاب الموالية لإيران بتقديم شخصية ما، وعلى برهم صالح وهذا المرجح أنه سيرفض هذه الشخصية على اعتبار أنها ربما تكون حزبية أو قد تسلمت منصب في هذا النظام السياسي. لذلك هي لا تنطبق عليها شروط المتظاهرين أو شروط ما يسمى بالشخصية الجدلية كما يرددوها. يعني بس أريد أيضا أبقى في موضوع برهم صالح والتهديدات اللي تعرض لها في مسألة أنه سيلتقي في مؤتمر دافوس، ولكن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ عادل الجبوري. أستاذ عادل، موضوع الملثمين ما زالت مستمرة في ذي قار، يعني في الناصرية ظهر الملثمون من جديد واعتدوا على الطلاب المتظاهرين، أيضا في الكوت. هذول الملثمين حددتوهم، هل هم نفسهم الطرف الثالث اللي تحدثت به الحكومة وتحدثت به الميليشيات؟ يعني الطرف الثالث معروف لدى المتظاهرين وهو ميليشيات الأحزاب السياسية وميليشيات إيران، هي التي تقوم بقتل العراقيين وقتل المتظاهرين. وإذا كانت ملثمين أو غير ملثمين فالمتظاهرين يعرفون هذه الشخصيات ويعرفون من وراءها. يعني الملثم شنو المساعي مالت ليش؟ مسبوع من دولة أجنبية، فلذلك يجب أن ينفذ ما تريد الدولة الأجنبية حتى لا يشخط نظام الحكم عدها في العراق وأحزابها تقى الحرق يوميا مقراتها في المحافظات ورفض الشعب العراقي لكل أنواع السلطة لهذه الميليشيات. فالملثمين معروفين مسبوعين من جمهورية إيران اتجاه الشعب المنتفض ودهم. طيب أستاذ ضياء، الناشطون يعني طالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف، عنف الحكومة وأيضا الميليشيات ضد المتظاهرين، لكن المؤشر على الأمم المتحدة أنها بطيئة وغير فعالة على واقع الأرض في ساحات التظاهر. على سبيل المثال للحصر، يعني جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة زارت في أكتوبر ساحة التحرير،
لكن لم يطرأ أي تغيير بمواقف دولية بمواقف أممية يساند موضوع المتظاهرين. شنو رأيك في هذا الطرح في هذا الموضوع؟ صحيح هذا الكلام صحيح، لأن هي جنين حقيقة راح تبدل وراح يجي مكانها شخص من إسبانيا، من أصل إسبانيا، راح يقوم بالمهمة في مهمتها. طيب. وراح يتغير يعني، لو يعني لهذا السبب الحركة اللي قاعد تحدث هو حركة التغيير الدبلوماسي بالوقت الحاضر. ولكن الـ 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 الأمم المتحدة حقيقة قاعد يعني تبعث برسائل وتتكلم، لكن ببطء حسب ما قاعد يعني، لأنه الأمم المتحدة هي منظمة دولية يجتمعون بها كل الدول، هي لا تأخذ القرار وإنما هو قرار دولي الذي يخرج من الأمم المتحدة. بالوقت الحاضر من تعقد مؤتمرات وتتكلم بموضوع خصوص العراق بحالات بخصوص العراق، إذا كانت على الدول العالمية أو على دول المشاركة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا قاعد يعقد اجتماعات بخصوص العراق ويستدعون بعض الجهات المختصة حتى يتكلمون معهم كيف انقاذ العراق من هذه المحنة، لانه ايضا التدخل الدولي بشؤون دولة اخرى مثل العراق اختلفت من عام 2003 والوقت الحاضر، يعني التدخلات اللي صارت يعني اساءت للدول اكثر ما جلبت لها الخير، مثل ما هي في ليبيا او الدول الاخرى اللي حدثت، واحنا نعلم انه في العراق ايضا وفي سوريا ايضا، لانه هذه التدخلات هم خايفين من حاله التدخلات. ضيفك الاستاذ النظير تكلم انه البرنامج السياسي للولايات المتحده الامريكيه الذي اتت به في عام 2003 هو برنامج راسخ بأذهنة السياسيين الأمريكان، ويريدون هذا البرنامج يستمر، ولكن يعلمون جيدا أنه هذا البرنامج لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، يجب تغيير هذا البرنامج، ومطالبات الشعب العراقي والمعتصمين والمتظاهرين في العراق هي المطالبة بتغيير الدستور، بتغيير فقرات من الدستور وليست كل الدستور، لأنه هذا الدستور هو جلب هذه الطبقات السياسية. لا. والعملية السياسية حتى الانتخابات بالوقت الحاضر يعني لا يمكن أنه تجري الانتخابات بظل هذه الميليشيات المسلحة، إحنا قاعد نعرف الاغتيالات والخطف والقتل، يعني هذه الانتهاكات هل راح يعني حينما تحدث الانتخابات ويأتي رئيس وزراء راح تخف ولا تزداد أو تقل؟ أنا متأكد من عدم الميليشيات لا يمكن أن يسكتوا في هذه الحالة، لأن الجيش العراقي والشرطة العراقية فيها دمج تابعين، يعني معناته تابعين إلى جهات معينة من الأحزاب السياسية، إذن لا يمكن أن نعول على الجيش العراقي وأمن العراق وشرطة العراق، لا يمكن تأميل عليهم 100%. طيب أستاذ نظير، الطلاب يواصلون الحراك، أصحاب القمصان البيض كما أطلق عليهم، هناك أيضا عمليات للملثمين يقومون بمسألة مجابهة الثوار وقتلهم، وبالتالي يعني يشكلون ربما معادلة في التظاهرات، هناك مؤيد وهناك من هو يقمع هذه التظاهرات. يعني موضوع الطرف الثالث، هل أصبح واضح للجميع بأن الطرف الثالث هم الميليشيات الموجودة؟ طيب إذا الميليشيات الموجودة تعتقد بأنه في الإدلاء بشهادة بومبيو سيقوم بالكشف عن الطرف الثالث، وبالتالي لابد من أن يأخذ الموقف الدولي أو حتى بشكل مختصر الولايات المتحدة موقف واضح معين من الملثمين، أي من قبل الميليشيات المسلحة في العراق؟ يعني كما تعلم الولايات المتحدة لا تتحرك إلا وفق مصالحها، وموضوع الطرف الثالث يعني أصبح من المضحك أن نتكلم عن طرف ثالث، الطرف الثالث مفضوح للجميع. طيب. ومعروف، وهي الميليشيات الممولة من إيران، وهي من تقود عمليات
عمليات القتل والخطف باتجاه متظاهرين. أما ما يعني سلط عليه الضوء حول موضوع الطلبة، حقيقة الطلبة العراقيين ضربوا مثال رائع للعالم، بحيث أنهم قد غامروا في مستقبلهم وغامروا في كل شيء يعتزون به من أجل إعلاء العراق وإعلاء كلمته، بحيث أن يعني الآن هم ربما سيخسرون هذه السنة الدراسية، لكن بالمقابل سيكسبون حياتهم الدراسية مستقبلا وحياتهم المهنية، بل سيكسبون العراق كله. أما هذه التضحية فهي لا تذكر قياسا لما ربما سيخسروه من حياتهم المستقبلية. أنا أقول حتى في مستوى التضحيات، مع احترامي وإجلالي لا للشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين سقطوا في ساحات الاعتصام، ولكن لو قارناها بحادثة مثلا يعني الذين تم اختطافهم وقتلهم في السقلاوية، الذين في جرف الصخر آلاف الناس قتلوا وهجروا من أراضيهم ولحد الآن لم يرجعوا، بل ربما مجزرة سبايكر التي كانت السبب الرئيسي فيها نور المالكي، نحن نتحدث عن بالآلاف عشرات الآلاف من القتلى، بل يعني تجاوزت مئات الآلاف من القتلى إذا ما أحصيناها منذ 2003. لذلك الشعب العراقي يقول يهون كل شيء حتى بالتضحيات على أن نضمن مستقبل جديد إلى العراق. أنا أقول في الموقف الأمريكي، وربما أنت عرجت على موقف برهم صالح، هل يمتلك الجرأة لكي يتخذ مثل هكذا قرار ويختار شخصية يعني غير موالية للأحزاب وموالية لشعبها لكي تكون؟ أنا أقول ذكرتني في السؤال اللي ردي أرجع عليه، يعني قائد إحدى الميليشيات قال إذا برهم صالح يلتقي مع دونالد ترامب سنفعل كذا وكذا، سنطرده من العراق. أنا أخي الكريم، هذه قادة الميليشيات جميعهم اجتمعوا على أنهم سيكون لهم رد حاسم بمستوى مقتل سليماني. أين هذا الرد؟ الآن قادة الميليشيات إما في الجحور يختبئون أو ذهبوا إلى إيران. مؤكو خبر يتكلم على سقوط مروحية أمريكية ومقتل أربعة من طاقمها، تعتقد أنا عمل ميليشيات؟ هذا العمل لا يرتقي إلى عمل ميليشيات، إنما هذا عمل إيراني ربما يكون بحث. أنت كما تعلم أخي الكريم، إيران ربما تنفذ عمليات ضد القوات الأمريكية ولكن ليس باسمها، هي قامت بضرب شركات النفط في أرامكو في السعودية، ولحد الآن لم تعلن المسؤولية عنها، وكذلك عمليات كثيرة فعلتها دون أن تعلن مسؤولية عنها، لأنها هي أضعف من أن تتحمل مسؤولية أفعالها. لذلك إذا ما جرت التحقيقات وثبت ضلوع إيران أو أحد أطرافها العاملين لديها في إسقاط الطائرة في العراق اليوم سقطت، وهناك طائرة قبل يومين سقطت في أفغانستان أيضا تابعة للجيش الأمريكي، لربما سياسة الأمم المتحدة سوف تتغير. إيران تحاول أن تعزز موقفها التفاوضي، لأنها هي أقرت بأنها ذاهبة للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكنها تريد أن تعزز موقفها، لأنه موقفها بالأساس منهار، هي تعاني من بلد يكاد ينهار بسبب العقوبات الاقتصادية. لذلك أنا أقول يعني هذه محاولات يعني أشبه بالثور الذي يذبح، هو يرفس من هنا وهنا ولكن مصيره الذبح. طيب أستاذ عادل، الأحزاب تقول أني شرعيتي مستمدة من الشارع العراقي اللي أيدني، والدليل على هذا بأنه الانتخابات عندما صارت في 2018 واللي شارك بها 20% من الشعب العراقي، 80% قاطعوا و 20% اشتركوا، تقول هذه الأحزاب تقول هذا الشارع هو اللي اختارني لكي أكون في البرلمان وبالتالي في تشكيل رئاسة الوزراء. ما هو رأي المتظاهرين في ذلك؟ هل فعلا الشارع يؤيد هذه الأحزاب الموجودة في السلطة الآن؟ يعني احنا نعرف كليتنا انه الشعب العراقي لم يخرج الى الانتخابات نهائيا، والنسبة التي خرجت الانتخابات هي نسبة الاحزاب السياسية. التزوير اصبح واضح، وقام بتزوير الانتخابات الرئاسية والشارع لم ينتخبهم نهائيا. الانتخابات زورت والشعب العراقي، لكنه احنا أي واحد من الشعب العراقي يتسأل عن الانتخابات قاطع الانتخابات. أي شعب عراقي يتحدثون عنها معدهم يعني شعبيتهم نفسهم اللي هم مستفادين من السلطة وأعزابها راحوا واتقبوا، أما النسبة أقل من 20%. طيب، لكن احنا نسينا قضية التزوير وحرق الصناديق
بالانتخابيه في الباب الشرقي، ونسينا التهجير، يعني اللي انتخبوهم احتمال افراد لكن بالتهجير سلاح، لانهم مسيطرين على مراكز الانتخابات، مسيطرين على المناطق السنيه. طيب. واللي ما ينتخبهم يقتل او يغير، لذلك كل الانتخابات تصير مزوره والنتائج مزوره. أستاذ عادل، قبل ما تغادرنا، المتظاهرون طالبوا بمسألة تدويل القضية لوقف القمع الحكومي والميليشياوي، هل أنتم تطالبون المجتمع الدولي بحمايتكم من هذه الأعمال؟ نحن نطالب المجتمع الدولي ونطالب منظمة الأمم المتحدة بحماية المتظاهرين من ما يحدث الآن من الميليشيات التي تخطف المتظاهرين وتقتل بالثوار في ساحة اقتناعات في محافظة ذقار البطلة التي حققت أروع الانتصارات على القتلة. فلذلك نطالب المجتمع الدولي الذي اشتكز عن هذه الجريمة 14 شاكس عن هذه الجرائم، ونطلب من عنده التحرك الفوري يعني لحماية المتظاهرين جميعا في ساحات التظاهر في النجف، في كربلاء، في الثقاف، في بنشان، في البصرة، نعم، في بغداد، في ساحة التحرير. الكل يطالب المجتمع الدولي بأن يتدخل الآن وقبل قتل. أنا أشكرك أستاذ عادل الجبوري الناشط في التظاهرات من بغداد، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. أستاذ ضياء، المتظاهرون رفعوا شعار الأمم المتحدة فوق المطعم التركي في ساحة التحرير، خطوة جيدة في مسألة تدويل القضية، وأنت ذكرت بأن هناك ربما يكون يعني مؤتمر ينطلق في 26 من الشهر المقبل مدته 10 أيام، لكن أريد أسألك في موضوع في مفصل معين، شلون تقيم موقف الجامعة العربية تجاه المتظاهرين في العراق؟ حقيقة موقف الجامعة العربية موقف متخاذل، وتحدثت مع كثير من السفراء اللي هم يمثلون الجامعة العربية الموجودين في القاهرة وفي جنيف أيضا، بعضهم يعني هم أيضا أمورهم مضعضعة في بلدانهم، يعني لازم احنا نتكلم أنه الجامعة العربية هي مجموعة دول وضعيفة جدا، يعني أضعف مما تكون عليه بالوقت الحاضر. يقول لك احنا مريد مظاهرات، لأنه هذه إذا نوقف بجانب المظاهرات الموجودة، وهم يعلمون، يعني حقيقة واحد من السفراء بالحرف الواحد قال لي، أنا قعدت وياه في إحدى اللقاءات الخاصة بجنيف وتحدث وياي من دولة عربية، قال لي أنا والله خجلت من لقيت الكلمة عن العراق وتحدثت، ولم أذكر المتظاهرين، ولم أذكر ماذا يحدث في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، أخجل من أولادي من يسألوني بابا شو تكلمت. هذا هو موقف الحكومات الحكومات العربية حقيقة، يخجلون حتى من عوائلهم، أنه لأن هو سفير من يطلع يمثل الدولة ويتكلم في الكلام لا له صحة ولا لم يكن له علاقة بالموضوع، ويتكلم عن مواضيع أخرى ويسد إذنه ولا يسمع ولا يرى، وهو يعرف ماذا يحدث بالعراق. يقول لي أنا أخجل من يسألوني أولادي إيش تكلمت بابا. نعم، إيه، بس هذا لا يشفي صدور المتظاهرين، يعني هذا ما يعفيهم من مسؤوليتهم، خاصة يعني الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يعني موقفه ربما يكون شبه يعني منعدم في مؤازرته أو حتى موقفه الواضح والمعلن تجاه المتظاهرين. أنا قلت لك هاي الحكومات هي حكومات، يعني حكومات الدول العربية لا يمكن يعني أن نضع عليها الأمل، يعني أحمد أبو الغيط ما خاضع إلى حكومة، هو الأمين العام، يعني حتى أي تصريح إلى بالنسبة للمتظاهرين يعني موقفه غير واضح أستاذ ضياء. لا صحيح، أنا أقول لك هم كلهم بنفس المستوى. نعم. كلهم بنفس المستوى لم يسمعوا ماذا يحدث بالبلدان العربية إطلاقا. نعم. لا يسمعوا من مواطنيهم. لهذا السبب الثورة الموجودة في العراق، صدقني يا أخي، هذه ثورة مثالية لم تحدث بالتاريخ إطلاقا. نعم. حتى غاندي لم يكن مثلها.
حتى جيبارا لم يكن في هذه. العراقيين فقط بالعلم العراقي يسقطون حكومة ويسقطون وزارة ويريدون يقلبون النظام على عقب اللي صار له 16 سنة، ودول العالم تحتضن هذا النظام ودول العالم تؤيد هذا النظام الموجود. لحد هذه اللحظة احنا لازم نبقى نفتح عيوننا ونرى هذه المظاهرات الموجودة. ذول الشباب صدقني لا يوجد لهم مثيل بالعالم إطلاقا. خل نقرأ التاريخ ونعلم ماذا قاموا به ذول الثوار. ذول الثوار أنا قلت في البداية ذول رفعة رأس لكل العراقيين والعرب. نعم نعم صحيح. نشكرك أستاذ ضياء الشمري، حدثنا عبر الهاتف مشكورا طبعا من فيينا الأمين أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل. أستاذ نظير، هناك تحضيرات لوقفات احتجاجية في عواصم عالمية، وذلك حتى يريدون يلفتون الانتباه عن ما يتعرض له المتظاهرون من قمع. تعتقد هذه الوقفات الاحتجاجية في الخارج راح تفيد الثوار في شيء؟ طبعا بالتأكيد ستفيد الثوار. يعني مجرد أن تنقل ما يحدث في العراق إلى المجتمع الدولي، إلى العالم، إلى شعوب العالم الحر، هذا يعني يحصد التأييد لهذه التظاهرات ويضغط على، يعني في العالم الحر مختلف عن بلدان التي تعاني من الدكتاتورية، هناك المجتمع الشعبي والمنظمات الشعبية لها تأثير على حكوماتها. حينما يكون هناك رأي عام دولي ضد هذه الممارسات القمعية للنظام العراقي ضد المتظاهرين، هذا سيشكل ضغط على حكومات العالم لكي تتخذ موقف ضد هذا النظام. ويعني وأوصي شعبنا وأوصي متظاهرينا، ما عليكم إلا بالصبر. الأمور يعني ربما تكاد تكون منتهية، والقادم هو الأفضل، وما تريدون وتصبون إلى تحقيقه سيكون في متناول أيديكم، ولكن عليكم بالصبر. تحقيق أهداف الثوار يعني قريب جدا لو بعيد؟ أنا أكاد يعني ربما إذا يعني أعطيتها مدى طويل ربما أقول لك لن تنتهي سنة 2020 إلا وقد تحققت جميع المطالب وطوينا صفحة هذا النظام. أما إذا أفردت في التفاؤل ربما نحن على بعد ربما أشهر عن النصر، لكن ما على المتظاهرين إلا الصبر لكسب هذه المغانم. نشكرك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.